السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم اخواتي؟ ان شاء الله بخير. رجعنا اليوم بدرس جديد بسلسلة البيتس فايل الجيماين المونجليش، قسم الدسكسيون مثل ما الكل بيعرفه، معك 20 دقيقة لتحضر النص، بعدين بتفوت انت وشريكك بتتناقشوا فيه. اليوم الموضوع عم يحكي عن السعادة بدون المال، الله يجزيها الخير الاخت اللي عطتني النص لنشره عن طريق اليوتيوب وتستفيد أكثر رقم ممكن، فلا ننساها من الدعاء. أدعو إنه ما حدا يتعلم مني اللفظ، أنا شوي لفظي سيء. هلا رح اقول بسم الله الرحمن الرحيم وبلش بالقراءة والترجمة فورا. Unsere Gesellschaft ist geprägt vom Irrglauben, dass uns Geld glücklich macht. Dabei vergessen wir oft, dass tief empfundenes Glück ein innerer Gemütszustand ist, der mit keinem Geld der Welt zu kaufen kann. شو معنات هذا الحكي؟ انه مجتمعنا بيتميز بالاعتقاد الخاطئ يلي هو نحن بنعتقد انه المال هو سبب السعادة، وغالبا ما بننسى انه السعادة العميقة او السعادة الحقيقية هي جوات الروح يلي ما بيقدر واحد يشتريها بمال الدنيا كله. Oftmals wird Glück mit Besitz, Erfolg und Gesundheit in Verbindung gebracht. وبكتير من الاحيان بترتبط السعادة بالنجاح او الصحة او بترتبط بالشيء الملكية اذا الواحد عنده ملك معين. Dauerhaftes Glück ist möglich und hängt von mehreren Faktoren ab. Eine dieser Faktoren ist echte Zufriedenheit. والسعادة الدائمة أو المستمرة هي ممكنة وبتعتمد على عدة عوامل، من أحد هاي العوامل الرضا الحقيقي. Was auch sehr zur Zufriedenheit und zum Glück beiträgt ist, dass man keine Neidgefühle entwickelt. ومما بيأثر أو بيساهم بالسعادة أو بيساهم بالرضا إنه الإنسان ما يكون عنده شعور الحسد، لأنه الحسد نايد كان بتسيونجن سيرشتورن und einen ehrlichen Derate verkriften, dass man die schönen Seiten des Lebens gar nicht mehr genießen kann. لأنه الحسد هو بيسمم العلاقات الاجتماعية وبيدمر العلاقات الاجتماعية، حيث أن الإنسان ما عاد يقدر يشوف الدنيا بجانب جيد أو يستمتع بالدنيا. Zum glücklich sein gehört auch zu lieben und von anderen geliebt zu werden. وهي السعادة أيضا أنك أنت تجد المحبة من قبلك ومن قبل الآخرين، أو السعادة هي أيضا المحبة والمحبة من قبل الآخرين. هي الترجمة الصحيحة. منكمل. Echtes Glück ist meistens nicht etwas von außen Momentes, sondern etwas, was man aus seinem Inneren heraus entwickelt. والسعادة الحقيقية هي ما بتكون شيء من الخارج، جاية شيء من الخارج، بل بيقدر الواحد يطورها من داخله أو يساويها إنه يضبطها من داخله باللغة العامية. Das Geld macht nur in gewissen Maßen glücklich. المال بيجعل الناس سعيدة لحد معين. Das Geld ist wertlos, wenn man sich keine Gesundheit und Freunde kaufen kann. المال بيكون بلا قيمة عندما ما بيقدر الإنسان يشتري الصحة أو يشتري الأصدقاء. Geld macht süchtig. Bei vielen Menschen ist der Gelderwerb zu einzigen Lebensinhalt geworden. المال هو إدمان بالنسبة لكثير من الناس، أصبح الحصول على المال هو الهدف الوحيد للحياة، إن هو عايش بس مشان يجيب مصاري. Es wurde erwiesen und ist allgemein bekannt, dass Geld den Charakter verdirbt. ولقد ثبت أو إنه لقد إنه أثبت وبشكل معروف إنه المال بيفسد الشخصية، بيفسد الكاركتر إذا كان كتير والإنسان ما قدر إنه يسيطر على حاله. هيك بهي الحالة بيكون خلص الفيديو، إن شاء الله يكون قدرت نوضح الجمل، إن شاء الله يكون الجمل واحد يقدر يستخدمه بالبيت صاي ويستفيد منه، يحفظ له كم جملة أو بس ياخد فكرة عن هذا النص. لا تنسونا من الدعاء، دعم، لايك، شير للفيديو. أي سؤال حطوا لي ضمن التعليقات. وهلا لحقلكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للفيديو القادم.